صلاة الحج وحج ورجع، وعندما رجع أنت تعرف أحسن استقبله الناس المطار بالحلوى والزغاريت، المهم ويرجع إلى المكان اللي فيه بالسيارات يتبعه كذا، ثم الزردة نعم، ثم يغير الألحاء التي على البيت يكتب عليها الحاج. فبعد أيام لقي إنسان وقال يا حسن سلام عليكم، ما يرد عليه. يا حسن يا حسن اتفق، قال تنادي من؟ قال ناديك أنت، أنت حسن؟ أم نعم. قال سبحان الله، أدفع 25 مليون، أدفع 25 مليون أو 1000، وأصنع 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 زبدة وأصنع كذا وأغير اللاح البيت، وبعد هذا تقول لي حسن؟ أنا الحاج حسن، يعني دفع 25 مليون حتى غير اسمه بس، حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، وحج السلف، ولم يقل واحد منهم الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. بالله فيك، ها؟ تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال الحاج، هذا رياء سمعة. واليوم يخرج البعض بالكاميرات عند الطواف، خذ جزاك الله خير، الله يكتب لك الأجر، صورني أنا أرسل الأولى، صور عند الحجر الأسود، عند كذا، اتصل على أولاد قال اسمي، الصور كلها موجودة، أرسلها لكم شيئا فشيئا، ودعيت لكم عند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجة العلم.